أشكرك عليه الدائم الذي لا يموت الحي البقي. الله، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. تنوي النية الصالحة أنت الآن في أول رمضان أن تصدق معه في الليل والنهار، عينا ويدا ولسانا وبطنا وفرجا ويدا وأذنا وقلبا تصدق معه، فما ترى فلا تتصور كيف يجازيك. من فتح على نفسه باب نية حسنة فتح الله له 70 باب من أبواب التوفيق. ينظر إلى تنافسكم فيه في العمل الصالح في العبادة، فأروا الله من أنفسكم خيرا. واجعل رب العرش ينظر أنت في أول يوم من يوم رمضان وفي القلب نية صادقة في الوجه إليه والإقبال عليه والصدق معه، جزاء كبير عامله. فلن تجد خيرا منه، لن تجد خيرا من ربك في كل من تعامله. عامله بصومك، عامله بصلاتك، عامله بقراءتك، عامله. اترك، اخرج من ذهنك الكائنات واوصافه فلان فلان، بعده عامله. له صم، له قم، معه توجه لي حاضر معه، عامله. ما تجد اكرم منه، ما تجد أسخى منه، ما تجد أجود منه. لما تعامله تصدق، هو قد يساعدك أنت لأنك عندك شوائب كثير من هنا، وتحاول تصدق معه. إذا رأى الغالب عليك إرادة الصدق معه بعد عنك الشوائب هذا وكمل لك صدقك، وبعدين وبعد ذلك لا عين رأت ولا أذن سمعت، إذا قبلك جزاؤه كبير عظيم. لا أحسن منه، فعامله تسعد به. أي شيء ستعامله فتجد معاملة أصفى من معاملة الرحمن، أو أجود أو أمجد أو أرفع أو أشرف أو أوسع. الله الله الله، إذا عاملته رأيت أنت في الدنيا ما يمكن أن يوصف، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر، فكيف بما خبأ وبما أعد في الأخرى. هذا هو الله، حسن المعاملة لكل من صدق. رزقنا الله الصدق معه والإخلاص لوجهه الكريم حتى تسمع أرواحنا خطاب إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ستسمع أرواحنا إن شاء الله، وتسمع قلوبنا، والرحمن يقول إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يا بر يا شكور، اجعلنا من أهل السعي المشكور والعمل المبرور. اجعل صيامنا مقبولة، اجعل قيامنا مقبولة، واجعلنا نصوم إيمانا واحتسابا، واجعلنا نقوم إيمانا واحتسابا. وافتح لنا يا ربي بابا، وزدنا منك جودا ومنا وثوابا، وهب لنا من جزائك العلي العظيم ما أنت أهله يا علي يا عظيم.